15% من المصابين بقدم السكري باتوا مهددين بالإصابة بالبتر في حال تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم احترام البروتوكول العلاجي. فئة الشباب هي الأخرى ليست محمية من ذلك أيضا. راهي بين حتى تلحق حتى ال 15%، إن شاء الله في الجزائر راح نقصوا من هذا الإشكال، من هذا لا كومبليكاسيون. يفو كون ريدويز او ماكسيموم سو شيفر لو بلو با بوسيبل ا لوغي دو لاني 2030 إن شاء الله. الفئة العمرية هي فئات عمرية، مع الوقت أصبحنا نلاحظ حتى الفئات الشابة تصل إلى هذا التعقيد، وهو تعقيد قدم السكرية. ولا يفوتكم علما أن تعقيد قدم السكرية في مريض السكري بعد 20 أو 25 سنة في حالة عدم انتظام مرض السكر قد يصل حتميا إلى هذا التعقيد. وأصبحنا نلاحظ في هذه الأيام عدم نسبة عمرية صغيرة 30 35 40 سنة. التكفل البطيء بالمرضى المصابين بقدم السكري بالمستشفيات الجزائرية جعل العديد منهم يتعرضون للبتر رغم إمكانية إنقاذهم إذا ما تم التدخل الطبي في الوقت المناسب. حوالي عندنا 30 في العام ابيبري 30 بطل في العام. كما نهضروا في الصيف، الصيف برك سياشي برك عندنا حوالي 30، بس عندنا ثاني 30 في العلمه، عندنا 24 في عينون، عن كل مستشفى عنده باش الاطباء العامون هذوك هما الجيش اللي يستقبلوا المريض. اول خطره يروح المريض عندهم، واش يديروا عندهم؟ ان جيست سامبل، حاجه خفيفه، يفتشوا على لي بو، فتش على بو في البي، كي ما يلقاش بو يدوموندي راديو يسميوه ليكو دوبليغ ارتيريال. دي كي يا ان بروبليم يبعثوا المريض بزربه، يبعثوه للجراح تاع الشرايين الاوعية، ما يخليوش لي مالاد يدور ويعطيه الدواء ويقول له رجع لي. ومن بعد كي تخرج لا نيكروز هذيك تعود رجله كحله، يبعثوه لتم يقدر يدير له والو الجراح. لذا تبقى الوقاية أفضل علاج لقدم السكري، وعدم الاستهانة بنصائح الطبيب هي الحل الأمثل لتفادي عملية البتر.